خطبنا وتسبلنا واخد بالك دكتوره للاسف وتقول لنا احنا مش زيكم وانتم مش عارف ايه وهارونا يعني اقول لها كده مهسا كده مش احترام انت واحده ست مش عارف ايه كان في منتهى الحقيقه يعني العدوانيه تضربني انا بالذات اللي انت جاسوس انت مش عارف ايه انت طيب ده الدبلوماسي السابق يحيى غانم احد الذين تم الاعتداء عليهم ده لمن يتساءلون لماذا يحاكم محمد مرسي اليوم تعالوا نشوف بقى ميليشياته ميليشيات الاخوان وهي تدخل الى منطقة ومحيط قصر الاتحادية خلاص مفيش دولة يعني تخيلوا رئيس ويعني حتى لو ادعى بانه الشرطة مش عاوزة تتعامل مع المتظاهرين لانه تمن خيام ما تسيبهم معتصمين يعني مفيش حد ارتكب اي مخالفة يعني هم يعتصمون داخل الخيام تعالوا نشوف ميليشيات محمد مرسي وميليشيات الاخوان وهي تدخل الى محيط قصر الاتحادية للاعتداء الهمجي والوحشي على المعتصمين طيب عشان طبعا الناس اللي بتقول